كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو هو اسئله واجوبه، سالتكم على انستغرام وعلى تويتر كمان، بعتوا لي اسئلتكم وتركتوا لي كثير اسئله، فرح اخذ اول اسئله بالفيديو من تويتر. انا بلشت استخدم تويتر، اذا ما بتعرفوا تابعوني على تويتر، اسمي نورستارز21 واسمي بالسناب شات والانستغرام هلا مبينين على الشاشه، تابعوني يعني لتشوفوا بهيك قصص. ولا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا مش مشتركين بالضغط على زر السبسكرايب او الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو مثل هذا اللي على الشاشه. وهلا خلينا نبلش بالاسئله. اول سؤال من لانا لولو، ليش ما بدك تعملي جيف اواي مثل الاول يكون على التابلت؟ بحبك كثير وانا بحبك كثير لانا. ما فهمت سؤالك، بس اذا قصدك على الجيف اواي، لانه انا هلا عم بشتغل انه ابعت التابلتس للرابحين، لانه لا تنسوا عندي اكثر من 30 رابح مع الست رابحين اللي كانوا قبل رمضان، فصارت الشغله كثير، فلهذا السبب هلا عم بحاول ابعث لهم اياه، وتعبت كثير بهالقصه، بس ان شاء الله بس خلص وارتاحك شوي برجع بعمل مسابقات جديده. سوما مومو عم تسال، نور تقدري تعملي فيديو من غير ما تحطي ولا نقطه ميك اب؟ على فكره انا عامله فيديو من غير ما احط ولا نقطه ميك اب، اللي هو روتين العنايه بالبشره، اذا بدكم تشوفوه يعني رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. اذا بدكم تشوفوني بلا ميك اب روحوا شوفوا هذا الفيديو انا بلا ميك اب، وكمان في فيديو جديد ما بعرف اذا نزل او رح ينزل بعد هذا الفيديو كمان انا في بلا ميك اب، يعني ما عندي مشكله انه عادي. بتقلي اذا عندك 3 امنيات ورح تتحقق شو بتكون الامنيات؟ بحبك كثير وانا من فلسطين، وانا كثير بحبك يا لانا. اول امنيه رح تكون انه يطول عمر كل امي وكل امهات العالم، لانه بحس كل العالم بدها امهاتها يضلوا عايشين اطول عمر، فهي رح تكون اول امنيه. ثاني امنيه انه يكون عندي القوى الخارقه كلها، لكنه اقدر اختفي وطير واتحكم بالوقت وهالقصص هاي، مع انه هي مش صحيحة بس انا رح اطلبها. وثالث امنيه انه يكون عندي امنيات لا منتهيه، شفتوا؟ يعني بدكم تكونوا اذكياء شوي، بس انا هدول الامنيات اللي رح اتمناهم. نور انا بحبك كثير واتمنى تقولي اسمي سلمى، وسؤالي شنو هو كان حلمك لما كنتي صغيره؟ لما كنت صغيره كان حلمي، كان عندي كثير احلام، ولكن اذا بدكم حلم واحد كان حلمي انه المس النجوم، هذا كان حلمي، مع انه حلم كثير مجنون بس فعلا فعلا هذا كان حلمي. بتذكر مره قلت لخالي، خالي بليز يعني اخذني للنجوم بدي المسها، وقال لي، بتذكر خالي بوقتها قال لي في سياره للسما، هو كان عم يقصد الطياره، فقال لي في سياره للسما بس تكبري باخذك فيها، وطلعت بالطياره بس ما لمست النجوم. كيف تتعاملي مع الاشخاص السلبيين في حياتك؟ ليك واذا في اشخاص سلبيين بحياتكم جس بعدوا عنهم، ما تقربوا منهم، ما تخليهم حواليكم ابدا ابدا ابدا، جس بعدوهم عنكم، بعدوهم. ما هو اجمل كتاب قراتيه؟ وما هي الموضوعات اللي تفضلي تقرايها بالكتب؟ مثوله من السودان، اهلين مثوله. اجمل كتاب قراته، اخر كتاب قراته كان اسمه نسيان لاحلام استغانمي، كثير حبيته، كنت يعني من زمان بدي اقرا نسيان بس قريته الشهر الماضي. نور انا بحبك كثير ومتابعتك، وانا بحبك يا جمانه، يا ريت تقري سؤالي قريته. شو اسم البرنامج اللي بتعدلي عليه فيديوهاتك والكاميرا؟ جمانه من فلسطين. كاميرتي والبرنامج جاوبت عليهم بالاسئله والاجوبه، فيديو الاسئله والاجوبه تبع شهر 6، الفيديو تبع انه حكيت فيه عن شو عمري الحقيقي، رح اترك لكم رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف، بتلاقوه بقناتي، جاوبت عن كل البرامج اللي بستخدمها والكاميرات وكل هالقصص. سهى الشهري عم تقلي، من وين نجيب مكونات السلايم؟ البوركس قصدك، البوركس فيك تلاقيه بالصيدليات او تطلبيه على امازون، بس بدي اقول لكم شغله انه بنين عامله مسابقه بقناتها، عملت فيديو عن السلايم، عملت سلايم كثير هيك غريب، وعملت مسابقه فيها 10 رابحين، سروحوا على الفيديو تبعها واشتركوا بالمسابقه ممكن تربحوا بوركس وتعملوا السلايم. بتعرفي لغه تركيه؟ واذا بتعرفي احكي شوي تركي، بحبك كثير وانا كثير بحبك، كنت كثير شاطره بالتركي وبعدني بعرف، ولما بسمع بفهم، بس حاليا بحس حالي صرت احكي مثل المكسر، لانه صار لي سنين مش ممارسه اللغة، ولكن بفهمها، بعدني بفهمها وبعدني بعرف كثير يعني جمل وهالقصص هاي، بس مش مثل قبل، قبل كنت احكيها يعني احكي. شو اكثر بلد عربي بتحلمي تزوريه وبتعرفي تكتبي لغة الانترنت؟ هلا انا رفقاتي كثير عندي لبنانية، فاللبنانية عادة اللبنانية بيكتبوا اللي هو كلمات عربية بس بأحرف انجليزية، وهذا الشيء بجنني، بكره هي الكتابة بكرهها، يعني احكي معي انجليزي وما تحكي معي هاللغة، لأنه بتضل لتحكي لبتطقطة ليش؟ رح نروح على اسئلة الانستغرام، انا مصورة كم سؤال بدي اجاوب عليهم. اول سؤال هو، انا ياسمين بحبك كثير نور، بليز خذي سؤالي، لو خيروكي بين مجرم جيمز او مستر شنب مين حتختاري؟ انا اخترت هذا السؤال لاني رح اجاوب على السؤال اللي بعده حسب هذا السؤال. بالنسبة لمين اختار بين مجرم جيمز ومستر شنب،
اثنيناتهم بجننوا، اثنيناتهم رفقاتي واصدقائي واخواتي، بس اذا بختار منهم اثنين ما بختار واحد، اثنيناتهم بجننوا، اثنيناتهم يعني بحترمهم وبقدرهم. بالنسبه للسؤال اللي بعده، مين اليوتيوبر العربي المفضل؟ في يقول وجاوب على هذا السؤال لانه اكدتوا لي عربي، فرح لكم مجرم جيمز، مستر شنب، وكل البنات اللي تعاملت او تعاونت معهم بقناتي كلهم بحبهم، كلهم رفقاتي. انا عم تتزوجي عربي او اجنبي يا نور؟ بالنسبة للزواج، والزواج نصيب ما بيعرف الواحد، بس ممكن يكون اجنبي من اصول عربية يعني. لا عم بمزح بس ما بعرف يعني، كله نصيب تعرفوا يا بس هدول كانوا الاسئلة اللي جاوبت عليهم لهذا الشهر. اذا عندكم اي سؤال تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي لجاوب لكم على اسئلتكم بالمستقبل. وكمان شو كمان حطوا لايك لهذا الفيديو، خلينا نوصله ل 125,000 لايك باسرع وقت، وتشتركوا بالقناة اذا مش مشتركين لتشوفوا الفيديوهات الجاية. انا نور، بحبكم، خيرات الله، وبشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.